أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز لإطلاق يوفون بالنذر، والروايات الدالة على أنه إذا نذر نذر شرعيها يعني مع الله عز وجل، إذا نذر لزمة لا يجوز العدول لا قبله وقوع الشرط ولا بعده للإطلاق. إيقاعات لا، ما عندنا دليل على أن كل الإيقاعات مو لازمة، أما ما عندنا دليل على أن الإيقاعات كلها لازمة. النذر إطلاق أكو به، مقتضى الإطلاق يوفون بالنذر. خلص اما يبدا هو لا رجوع. السؤال حول النذر و سلام عليك وجوب الوفاء بالنذر. الجواب بالنسبة الى النذر، لنا آيات وروايات تفيد الوجوب، اما بالنسبة الى العهد مع الله أو حتى العهد مع الله سبحانه وتعالى، أما بالنسبة إلى العهد مع الناس ف يختلف الأمر. السؤال حول الفدية التي يعطى بالنسبة إلى الصوم أمثال هذه الأمور، فإعطاء مثلا قرص واحد من الخبز يكفي أو لا، وما هو وزنه؟ الجواب القرص الواحد الذي ذكرتموه لا يكفي في المقام. السؤال حول الحساب البنكي الذي يفتح للأمور الخيرية وفيه الأموال الخيرية ويمضي عليه السنة، فهل يتعلق به الخمس أو لا؟ الجواب سواء كان الحساب شخصيا أو مثلا للأمور الخيرية ففيه الخمس جميعا، أما بالنسبة إلى المال الذي كان بالنسبة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام أيضا فيه الخمس، ولكن الخمس يصرف في الأمور المخصوصة للإمام الحسين عليه السلام. هنا همش خمس داره، فرق نداره، فقط شيء كانت أونيك بحساب أبو عبد الله صلوات الله عليه أولو من قبول ميكنه، همون خمسش هم بري حضرات بزاره. اشكال نادر. سلام عليك. نه مگر در طهارت و نجاست، یکی هم در باب نکاح میخواد یه زن یه دختری را ازدواج کنه، نمیدونه این شاید محرم باهش باشه، شاید از رضا از چیز لازم نیست سوال کنه. سوال فی الموضوعات هل یجب فیه الفحص؟ الجواب نعم، الفحص في الموضوعات واجب إلا في موردين، أحدهما بالنسبة إلى مورد النكاح. السؤال من شك بأن السنة الخمسية أي مثلا شهر كان أو صار مجهولا له، فما عليه؟ الجواب وظيفته أن يحسب السابق، لأنه السنة في الخمس
بنحو الرخصة. وظیفش اینه که اون قبلیه رو حساب کنه چون در خمس سال رخصته نه عزیمته و لهذا حضرت فرمودن هی والله الافاده تو یوم السؤال اما قبلیه رو حساب کنه. ذكر العلماء بأنه الأصل في الشبهات الموضوعية عدم الفحص بله إلا ما خرج بالدليل. بله وما ذكرته من الفحص ووجوب الفحص يختلف عما ذكرتم. الجواب انظروا إلى أدلة وجوب الفحص في الشبهات الحكمية. أحداها الأدلة الإجماع، وهذا الإجماع لا يكون في الشبهات الموضوعية. وجوب فحص در شبهات حكمية چيه؟ يكيش إجماع. اون در شبهات بدویه نیست چون خلافیه، اما بقیه ادله ای که اقامه کردن برای وجوب فحص در شبهات حکمیه در شبهات موضوعیه میاد. وانظر كتاب الفقه المرحوم الشيخ يقول بوجوب الفحص بالنسبة إلى الحج، ويقول الفحص بالنسبة إلى حد الترخص وهكذا السفر. وفي هذه الموارد يذكر، وإن قال في الرسائل كتاب الفرائض بعدم وجوب الفحص ولزومه. بالنتيجة میدونم اما عوارضه هست غالبا همینجوره اگه بنا بشه همه در براءت جاری کنن بدون فحص. انظروا الى جميع الادله التي اقيمت بالنسبه الى وجوب الفحص في الشبهات الحكميه، تاتي كلها الا الاجماع. ففي الاجماع في الحكم الشبهات الحكميه هناك الاجماع، لانه في الشبهات الموضوعيه لا يقوم الدليل دليل الاجماع. حكميه اجماع ما هست در شبهات موضوعيه نه دیگه اون اجماع نیست. بله بفرمایید. السؤال بالنسبة إلى من عجز عن هداية شخص كابنه، كان ممن يحقر الأحكام، ممن يستهزئ بالأحكام، يكفر بالمقدسات وأمثال هذه الأمور، فهل يتمكن الأب أن يقتل كمثل هذا الإب؟ الجواب لا، يحرم ويشكل هذا الأمر، وليس على الأب أن يصنع شيئا إلا أنه يهديه ويذكر له الأمور الصالحة. السؤال هل يعد هذا محاربا؟ الجواب لا، لا يعد محاربا. للحظة إجازة بفرمي. بله. السلام عليكم. أنا بنظري إلى ثلاثة، من الرابع فما فوق لا. أي اي هذه مسائل كذا. اي هل النظريه انه تجوا حجهم؟ اي ما يخالف، ما يخالف، ما صحيح. السؤال حول الايه المباركه، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. صلاة الظهر له وقت، صلاة العصر له وقت.
والسؤال بالنسبة إلى نافلة الصبح، متى وقت أداء نافلة الصبح وهكذا نافلة الليل؟ الجواب: ورد في الروايات إنما جعل القدم والقدمان لمكان النافلة، فإذا كان يريد شخص أن يؤدي نافلة العصر من المستحب أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد النافلة. أما من لا يصلي نافلة العصر، فإذا جاء بصلاة الظهر يشمله سارعوا إلى مغفرة من ربكم أن يأتي بصلاة العصر سريعا، وهكذا بالنسبة إلى الفجر، وهكذا المغرب والعشاء. إنما كما في الرواية إنما جعلت في وقتها لمكان النافلة، فإذا لم يأتي بالنافلة إذا دخل الوقت وجب الصلاتان، يأتي بالظهر ومن ثم يأتي بالعصر مباشرة، لا يؤخر عن وقت الفضيلة. وهكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء. السؤال حول نافلة الليل، الجواب: بالنسبة هناك رواية خاصة تذكر مع وقت نافلة الليل، بله مستحب که 4 رکعت دیگر هم بخونه، 3 رکعت شب و وتر هم بخونه، بعدش نافله صبح و نماز صبح. اما اگر 2 رکعت از نماز شب خونده فجر طالع شد، نه مستحب که نافله فجر رو بخونه، نماز شب حالا نخونه. بالنسبة لنافلة الليل فإنه إن جاء به 4 ركعات من نافلة الليل ومن ثم صار وقت نافلة الصبح، ويأتي بوقت يكمل ويتمم نافلة الليل، ومن ثم يأتي بنافلة الصبح وصلاة الفجر. أما إذا كان قد جاء بركعتين من نافلة الليل وحان وقت نافلة الصبح وصلاة الفجر، فمن الأفضل أن يأتي بنافلة الصبح وصلاة الفجر وبعده يأتي بنافلة الليل. هم میتونه ترک کنه نماز صبح بخونه، اما افضل کدومه؟ این روایت خاص داره. نعم في الحديث الشريف بالنسبة للنوافل توسع اكو، اما الروايات اكو القضاء افضل، يعني لو ما تصليها قبل اذان الظهر وتصلي بعدين قضاء افضل من ان تقدمه، جائز. بل العفو. السؤال بالنسبة إلى كان عند الابن شيئا من مال الأب، والأب كان قد أعطى مثلا هذا المال لأن يبني الابن مسجدا أو مثلا حسينية، ومن ثم وقع الخلاف بأنه بنى أو لم يبني هذا المسجد، وجمع المال من أموال الناس وبني المسجد. هل كيف يتصرف في هذا الأموال، أموال الأب؟ هل يجب أن يقول للأب لم أبني المسجد من مالك ومثل هذه الأمور؟ الجواب: لا أشكال في ذلك، ولكن يخبر الأب بأنه ما بني المسجد أو الحسينية أو هذا المكان مثلا من مالك، وإنما بني مثلا من مال الناس. أشكال نادر فقط أم بولي كي بسر مصرف كرده إن مال فدر أجل فدر زندست باید بهش بگه، اگه بخشید بهش، که بخشید نبخشید باید به پدر بده. میدونم حالا که درست نکرد پسر به پدر بگه این با این پول درست نشد مسجد، از پول مردم درست شد، حسینیه درست نشد، از پول مردم درست شد. هر چی پدر گفت، چون پول مال اونه دیگه،
چون اینی که دستش داده که پسرش، این وکیل معطیه، وکیل مسجد حسینیه که نیست، لذا از ملک پدر خارج نشده. الموارد تختلف، إذا مو محرز أنه يصرف في الحلال مشكلة، أما إذا محرز أنه يصرف في الصحيح في الحلال ولو بقرائن ما يخالف. السؤال حول من كان مريضا لمدة ما ومن ثم فارق وفي ولم يكن ليأتي بهذه الصلوات حتى وإن كان سالما مثل الصلوات الواجبات، فما عليه وعلى الورثة أو من يجب عليه من إتيان ما الورثة كيف يؤدون عنه؟ الجواب: بالنسبة إلى الحاج فمن أصل المال قبل أن يوزع ويقسم فيأتون ب الحج ويأخذ من أصل المال الحج، ولا وإن كان لم يصلي لأنه كان لا يبالي بالأحكام فلا يجب أن يعطى من ماله شيئا، ولا على الولد الأكبر شيئا ما لم يوصي. نعم، تبرعا لا أشكال فيه بإتيان الصلاة، أما الحج فواجب. اشكال نداره، مثل اوفو بالعقود، مثل عقود دیگه است. اگر ربا نباشه، یک کالی به کالی نباشه، دو غرر نباشه، سه که معلوم نی اینا باشه، لذا اشکال نداره. بله. السؤال حول العملة الرقمية ما حكمها؟ الجواب: ان لم يكن يشمله موارد الحرام في المعاملات فلا أشكال فيه، لأنه يشملها العقود. اگر میدونن کفاره بهش تعلق گرفته و پول داره، از پولش باید کفاره بدن براش. اما اگر نمیدونن. السؤال: من افطر في شهر رمضان وكان مثلا عطشانا، ف مات هذا الشخص، احتمال يعني احتمال، فكيف يدفع عنه الكفاره ولا يعلم انه دفع او لا؟ بفرمايك. الجواب: إذا علموا بإعطائه الكفارات، إذا علموا أنه لم يعط الكفارة فيخرجوا إلا فلا يجب. السؤال حول: السلام عليك أيها المهذب الخائف، بالنسبة للإمام الحجة عليه السلام، فما هو الحال بالنسبة إلى الإمام الحجة عليه السلام؟ والله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى يحافظ عن الإمام الحجة عليه السلام. الجواب: أن الخوف من جنود العقل والجبن من جنود الجهل، والخوف لا أشكال فيه، وفررت منكم لما خفتكم كما في الآية المباركة بالنسبة إلى موسى على نبينا وآله عليه السلام. السؤال حول الفرق بين الجبن والخوف. الجواب: على أنه مثلا إذا هجم على إنسان شخص
ولم يكن له سلاح حتى يدافع عن نفسه، فإنه إن فر هذا الشخص فإنه من جنود العاقل ونجا بنفسه. أما إن كان له مثلا سلاح حتى يدافع عن نفسه ولم يقف ويحارب أو مثلا يقاتل، فهذا الإنسان ظهر فيه الجبن، وهذا من جنود الجهل. وقت بنام نیست حضرت با معجزه خودشون رو نگه دارن مثل ائمه دیگه که کشتنشون، وقت این خوفه که سبب میشه که ظهور پیدا نکنه. بإجابكم مغني عندي يقين براجعتكم. شد ما به الياء وبإيابكم. أيوة وآيائي. أي وبإياب يعني عندي يقين براجعتكم. يعني موقن براجعتكم. لا لا. لا لا السؤال بالنسبة إلى من مثلا كان يعيش في مدينة حيث لا يصوم أهل تلك المدينة أو لا يعتنون بشهر رمضان المبارك، وكان لهذا الإنسان محل يبيع الأغذية والأطعمة في شهر رمضان، فهل يشكل في بيع الطعام أو مثل هذه الأمور؟ الجواب: الملاك راجع بالنسبة إلى تحقق العنوان، وهو حصول الهاتك، هاتك شهر رمضان المبارك، فكل ما كان عرفا يعد هاتكا فيحرم. هر چی که عرفن هتکه بل حرام میشه. بل السؤال بالنسبة إلى من يعتقد بالخمس ولكن لا يعطيه للفقيه وللمرجع، يقول إن ما تصرف فيه بما أريد، وما ورد الخمس مثلا، هل يشكل عمله؟ الجواب لا، الجواب يشكل نعم عمله، لأنه إذا كان هذا الشخص مثلا في زمن الإمام المعصوم فكيف كان يتصرف؟ هل كان يجب عليه أن يعطي المال بالنسبة إلى الإمام؟ فالإمام عليه السلام هو بنفسه قال: فأنا حجة الله عليكم، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم، فإنه إما أن يعطي للفقيه جامع الشرائط أو يستأذنه. السؤال حول اهدنا الصراط المستقيم، إذا قرأه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والحال أنه هو بنفسه الصراط المستقيم. الجواب: لا منافاة في ذلك. ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله مثلا في الصلاة كان يقول النبي مثلا: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، في حال التشهد، وإن كان هو رسول الله. السؤال بالنسبة إلى صحة انتساب كلمات أهل البيت إلى النبي صلى الله عليه وآله، قول الإمام: كلامي كلام أبي وكلام أبي كلام أبيه، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فما معنى هذه الكلمة؟ الجواب: أنه معناه أنه كما يكون كلام النبي صلى الله عليه حجة، هكذا كلامي يكون حجة، فكلامي ككلام النبي صلى الله عليه وآله في الحجية نفس المقام ونفس الشيء، هذا ظاهر المقام. متبادر همینه. ها حدیث
بله حدیث سلسله الذهب خود همون حدیث قدسیه، فرمایش خدای عز و جله. اما کلامی کلام و ابی، کلام و ابی، کلام و ابی تا به پیغمبر برسه، یعنی در حجیت. این فرق داره با حدیث سلسله الذهب. السؤال ورد في إحدى كلمات عثمان بن سعيد بأنه يقول خليفة إمامكم، فالتعبير بالنسبة إلى خليفة الإمام لمثلا الإمام التالي أو غير، ما حكم هذا التعبير؟ الإشكال الجواب لا إشكال في ذلك، ما المانع من ذلك؟ خود عدالت یه مرتبه از عصمت دیگه. تو دعاها داره خدا اللهم عصمنی، این معنیش عصمت کبرا نیست، اون عصمت کبرا نه، هم خاص به 14 تاست. بله ملاک آخر شهر و اول شهره، باش. بله بله عرض کردم زمان ائمه علیهم السلام شهرهای بزرگ بوده، مثل همین که اگه آخر شهر رو حساب کنه بیش از مسافته، و نفرمودن اگه داخل شهر مسافته. هذا تعبیر لا يختص مثلا فقط بالنسبة الى فقط خود روایات ائمه المعصومين الخلفاء الاربعة عشر مثلا، عثمان بن سعيد خليفة الإمام عليه السلام، فبمعنى أنه يكون من طرف الإمام سلام الله عليه، لا الخليفة المعهود في القرآن مثلا. السؤال حول حد الترخص، الملاك من أي نقطة يبدأ، ومن أي شروع المدن ونهاية المدن؟ الجواب آخر نقطة من المدينة يكون الملاك، وأول نقطة من المدينة يكون هو الملاك في أول الشهر ونهاية الشهر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. 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 السل